السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدرب جسم ونور وتدريب كلاب البحيره كابتن ونور. زي ما عودناكم طبعا بكل حلقات جديده نحاول نوصل لحضرتك المعلومه ونرد كمان على الاسئله اللي بتقابلنا يا جماعه على اليوتيوب والمشاكل اللي الناس بتقابلها علشان طبعا نحلها مع بعض. ايه جيت تصوري معايا؟ اول سؤال يا جماعه، في مصطفى بيقول بقول لك يا كابتن بس عيب بقى. عيب بقى خلاص. ايه؟ لا عيب. مصطفى بيقول بقول لك يا كابتن انا عندي انتهى جيرمان من زمان ما حضرتش، لسه مجرب الفكره الهايله بتاعه حضرتك. تمام، وان شاء الله هتحيط. هو ممكن يجوزها لدكر ارمنت، ولو جوزتها له الجراوي هتكون حلوه ولا انت ايه رايك؟ والنتايه صحيح عندها التهابات في ودانها، اعمل ايه؟ هو حضرتك منين؟ من البحيره بالظبط؟ ممكن رقم حضرتك للاستفسار؟ معلش انا طولت عليك، بس ممكن تفيدني عنها الاثنين يا درش. انت على دماغي يا درش. اولا القناه دي يا درش منصوب، يعني القناه دي قايمه عليكم انتم، يعني الناس المشتركين مش عليا. معلومه يا جماعه لكل الناس المشتركه معانا على القناه، اي قناه على اليوتيوب، اي قناه سواء قناه ابو نور سواء اي قناه على اليوتيوب، القناه دي هي المشترك، هي المشترك والمتابع، مش المحتوى اللي احنا بننزله. لا، المحتوى اللي احنا بننزله لا ملوش اي قيمه او لا قيمه له الا بيك انت. يعني المحتوى اللي احنا بننزله ممكن ما يبقاش ليه اي قيمه غير بيك انت بس. عيب. طبعا احنا قاعدين دلوقتي في وسط الكلاب يا درش وهنرد عليك. اول حاجه التليفون بتاعنا رقمه 0135 35709. اي استفسار احنا تحت امر حضرتك. التليفون بتاعنا بينفتح كل يوم من الساعه 2، من الساعه 12 الظهر مثلا او واحده لحد الساعه 7 المغرب. لو التليفون يا جماعه لقيته مقفول في الاوقات ديت يبقى السكرتيره اللي شغاله معانا بتفطر او اي حاجه. تمام، طبعا ده ما حاجه ما تزعلكمش يعني. موضوع بقى يا سيدي الالتهابات اللي في ودانها ديت، احنا الالتهابات لو جوه الودن بتجيب القطره اللي هي بتاعت الودان بتحط لها، لان دي بتزيل الشمع، ممكن تكون نسبه شمع كتيره او حاجه، طبعا هي اللي عامله لها كده. الحاجه الثانيه لازم تدي للكلب مضاد حيوي زي اليونيكتام مثلا 375، ده كويس جدا، ده برشام حباه الصبح حباه بالليل. اي التهابات في الجسم سواء في الودان في العين في اي مكان في الجسم كل ده هيروح فورا. تمام، موضوع بقى انك تتجوزها ده قرنوع تاني، فديت حاجه بقى ترجع لك انت. بس طبعا السلاله عمرها ما هتكون صافيه 100% زي الكلبين اللي هم بيتجوزوا بعض، زي اتنين جيرمان مع بعض او اتنين كذا مع بعض او اتنين روت مع بعض. طبعا لما يبقى الاصناف مثلا متابعه لبعضيها ونفس انواع بعضيها بيكون افضل، علشان طبعا بتجيب سلاله ثابته على نظام. تمام، موضوع يا جماعه ان في ناس مثلا تلاقي كلب مثلا ابوه جيرمان وامه روت، او ابوه روت وامه جيرمان، او كلام من ده. ديت لو عند واحد مثلا مربي زي حالتنا كده، دي بتبقى قضاء وقدر للكلاب. يعني زي مثلا ممكن تكون النتاية حيضة وغصب عننا مثلا دكر روت طلع عليها، فدي طبعا بتبقى حاجه ما ملهاش يعني ايه، ملناش يد فيه. لكن ان انت تبقى عندك مثلا كلب جيرمان تروح تجوزها لكلب روت، لا يفضل بلاش، علشان طبعا السلاله ما تتلخبطش. تمام، محمد نبيل بيقول ممكن سؤال بس، اعرف منين ان كلبتي عندها صديد في المهبل ولا لا، وهل ياثر على الحمل وانها ما تلقطش؟ طبعا لو الكلب عندها صديد في المهبل او عندها اي التهابات في المهبل، اي حاجه في المهبل غير ان هو يكون طبيعي، لازم الكلبه ما تلقطش حمل، ده اكيد. يعني صديد في المهبل او اي حاجه زي كده لا علاج، ما تقلقش. المهبل بيتنظف بمطهرات زي مثلا بودره اسمها فاجيل، ده عباره عن غسول للمهبل. تمام، ويفضل يا جماعه حتى لو انت كلبتك سليمه 100% بعد كل ولاده تعمل الموضوع ده، تنظف المهبل بتاع كلبتك بالغسول ده، عباره عن بودره بتحط منها باكو على رطل ميه دافيه. تمام، وبسرنجه بتبدا تسحب الميه ديت وتغسل المهبل، بس الميه ما تكونش سخنه جامد عشان ما تتعبش الكلبه. تمام، طبعا ده بيكون تنظيف وبيغسل المهبل بتاع النتايه، ده مصلحه ليها في الحيض اللي بعد كده وفي الجواز اللي بعد كده. صديد ده برضو حله برضو ممكن برشام يونكتام، طبعا مفيد جدا للحاجات دي. الخواجه بيقول يا كابتن انا عندي نتايه روت ودكر جيرمان جوزتهم لبعض، الخلفه هتبقى ايه؟ الخلفه هتبقى زي الجراوي اللي احنا بنبيعها اليومين دولت، اللي هي ب 500 جنيه و 300 و 400 جنيه، طبعا هتكون الخلفه زي كده. هتكون الكلاب لو الكلب روت صافي بيور، تمام، هتكون الكلاب واخده على روت بس شعبي. لو الكلب لو الكلبه مثلا فيها دم الجيرمان اكتر من الروت، هتطلع الجراوي جيرمان بس برضه شعبي. فيفضل الاحسن ان انت تتجوز حاجه مواصفات لبعضها، ده يكون افضل. يعني لو جيرمان لجيرمان او روت الروت يا جماعه، الكلاب الروت اللي عندنا تاني مره بنقول الكلاب ديت نظامها الاب روت والام جيرمان، عشان يعني مفيش حد بيضحك على حد. تمام، طبعا هم برضو سعرهم مناسب لهم جدا، يعني سعرهم على قد المصاريف اللي هم بيصرفوه مش اكتر. تمام،
الحاجه التانيه هم دمهم حامي جدا، كلاب جميله جدا بتلعب، كلاب لعبيه، كلاب شقيه جدا وبتعضوا طبعا، فيهم حاجات جميله جدا. فيا جماعه باذن الله وبمشيئه ربنا اي حد محتاج فيهم اي حاجه يشرفنا باتصال. على فكره هم منباع منهم كتير النهارده يعني الحمد لله. الخواجه بيقول يا كابتن انا عندي انتهى يرد. تمام احنا ردينا عليك يا خواجه. السؤال اللي بعد كده محمد الديزل، انا معايا كلب يا ابو نور بيتبول من سن 55 يوم ما خدش التطعيم، مش عارف ان كان ياخد التطعيم ولا فاته، يا ريت تعرفني. يا محمد على فكره التطعيم ما بيفوتش، عشان نديك معلومه يعني يا جماعه، الناس اللي هي بتداري اللي بتداري يعني مش عايزه تصرف مقابل اي سؤال تساله او اي حاجه تساله، يا محمد التطعيم ما بيفوتش، التطعيم معاك لحد سنه وسنتين، ولو الكلب عنده 4 سنين طعم، ولو الكلب عنده 5 سنين وعايز تطعم تطعم. المهم يا جماعه احنا بنطعم الكلب في عمر 55 يوم عشان الكلب يبقى عنده قوه ومناعه ضد اي فيروسات تيجي له في جسمه لحد عمر سنه، بعد سنه خلاص المناعه بتاعته بقت قويه وما بيأثرش فيه اي حاجه من الفيروسات ديت او ما بتجيلوش اساسا، تمام؟ بس احنا بنقول يفضل عشان ما نجيش انا مثلا يبقى انا مربي جرو صغير وشاريه، طبعا غير الشراء كمان، غير الفلوس اللي انت بتدفعها في الجرو، المصاريف اللي انت بتصرفها عليه، اكل شرب علاج كلام من ده، وتبص تلاقي بعد ما توصل لعمر 7 شهور او 8 شهور، شوف كام شهر يعني، ربيت كلبي 5 6 شهور تمام، وبنبص فجاه نلاقي كلبي جاله فيروس ومات، طبعا ديت مشكله في حد ذاتها، يبقى كل اللي انا صرفته راح على الارض، يبقى مش عشان خاطر 200 جنيه تطعيم ان انا ندمر كلبي. فدي حاجه يا جماعه اللي انتم شايفينه طبعا دي حاجه ترجع لحضرتك، بس انت اللي بترجع بعد كده تقول يا ريتني، وكلمه يا ريتني ديت احنا مش عايزينها في مربين الكلاب، عايزين نمشي صح علشان طبعا ما نخطاش. في ناس النهارده اتصلوا بينا وقالوا هل يا فندم هل يا كابتن احنا اتصلنا بدكاتره وقالوا لنا التطعيم بيتكرر 3 مرات. موضوع 3 مرات يا دكتور هو طبعا ملوش داعي، يعني 3 مرات هو تطعيم معروف طول عمره بيبقى مرتين، واحنا كمان كنا بنقول طول ما الجو كويس نطعم مره واحده، بس طالما انت شايف 3 مرات يا دكتور يبقى ده ترجع لحضرتك، تمام؟ ممكن يكون الدكتور شايف حاجه احسن مني اكتر من اللي انا شايفها، بس انا عن نفسي بنطعم الكلب 2 اليومين اللي احنا فيهم دول، يومين الجو اللي متلخبط ده، حتى تلاحظوا اليومين دول يا جماعه حبه حر، حبه شتاء، حبه ساقعه، حبه برد، حبه دفى، طبعا دي لخبطه في الجو، يبقى ده غلط على صحه الجراوي اللي موجوده عندنا، يبقى يفضل ان انا نطعم الجراوي بتاعتي تطعيمين جرعه مثلا النهارده وبعد 21 يوم جرعه، يعني ايه جرعه؟ جرعه هي تطعيم السوماني اللي هو ب 200 جنيه، الجرعه اللي بعد 21 يوم برضو تطعيم السوماني، تمام؟ فيا جماعه ده ما فيهاش اي كلام، ده امان للكلب بتاعي، امان للي انا بنصرفه عليه، امان للمصاريف اللي انا بنصرفها على الكلب علشان ما نرجعش نصرف ونرجع الكلب يروح مني، يبقى انا نرجع نقول يا ريتني ان انا طعمته. طبعا ديت حاجه في حد ذاتها بتزعل شويه. احمد بيقول الكلب اغلى ولا الجرو؟ ويا ريت ترد يا كابتن. يا احمد مفيش حاجه اسمها الكلب اغلى ولا الجرو، بص فيه ممكن تجيب كلب عنده سنه تمام ب 500 جنيه وجرو عنده 45 يوم ب 10,000 جنيه تمام. الفرق يا احمد مش بيغلو الكلب او الجرو، او الفرق بالسن يا جماعه، الفرق مش بالسن، فرق الكلاب مش بالسن، وفرق الكلاب مش بالحجم، وفرق الكلاب مش باللي بيتجوز واللي ما بيتجوزش، وفرق الكلاب مش بالذكر والنتايه، الفرق في الاسعار يا جماعه مش بالحاجات دي خالص، الفرق في الاسعار بالمواصفات والاهالي والدم والخطوط والكلام ده كله، ادي فرق الاسعار بين كل كلب والتاني. ذا كينج بيقول هي النتايه تفضل لحد كام سنه تقدر تتجوز وتخلف؟ انت معاك في نتايات بتقعد لحد 7 سنين وثمان سنين تتجوز وتخلف عادي تمام؟ وفي نتايات بتبقى مثلا يعني كل ده بيعود للتربيه في الاول. كل ده بيعود للتربيه، لو انت مربي كلبك صح ممكن يقعد معاك فتره. ما احنا في ذكوره بتقعد عنده 10 سنين وبيتجوز تمام؟ نتايات برضو نفس القصه، بس النتايه بقى بتعمل ايه؟ النتايه بتيجي في الايام الاخيره من الفترات بتاعتها تمام، يعني في اغلبيه النتات دلوقتي ما عادش فيه كلب بتقعد بتالي 7 سنين، هو دلوقتي اغلبيتهم بيقعدوا 4 سنين او 5 سنين وخلاص على كده وكده ستوب تمام. بتبدا بقى النتات تعمل ايه؟ النتات بتبدا في الاول، اول جوازه ليها ممكن تولد لك 5 او 4، طبعا ده بيعود للذكر، عدد الجراوي يا جماعه بيعود للذكر، عدد الجراوي يا جماعه بيعود للذكر عشان يبقى عندكم علم تمام. ممكن تولد لك 5 او 4، تبص تلاقيها بعديها تولد لك بقى 7 8 10 تمام، جرواها كويسين صحتهم كويسه، كل ما تكبر في السن توصل مثلا عند 4 سنين تبص تلاقي تولد لك 3، ينزل واحد ميت، خلفه تهرب تنزل ميته، تشيل وتكذب، تشيل وتكذب مثلا ما تولدش، طبعا كل الحاجات ديت بيعود طبعا بيعود للعمر والجهد بتاعها، زي بالظبط
مش عايز نقول عشان ما حدش يزعل مننا، زي بالظبط البني ادمين يعني. الواحده الست بتوصل عند فتره خلاص مش قادره تخلف بقى، ما تقدرش كلام من ده. اول حاجه الفرق بس بين الكلب وبين الكلبه وبين البني ادم ان الحيض او الدوره الشهريه بتفضل، الدوره بتاعتها او الحيض بتاعها هي مش ما بتبقاش شهريه، بتبقى كل 6 شهور، بتفضل شغاله زي ما هي عادي تمام. لكن عند البني ادم الحيض ده بيقف مثلا عند سن معين تمام، لكن عند الكلاب بتفضل شغاله. لكن الحمل ما بيبقاش بنسبه 100% مع الكلب لما بيكبر في السن يعني. طبعا نستكفى لحد كده يا جماعه، ونقول تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الساده المشتركين. يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم وتكون افادتكم جميعا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا معانا وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.